أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، السؤال: من هم المنافقون؟ ومن هم الذين في قلوبهم مرض؟ ومن هم المرجفون في المدينة؟ وهل كلهم منافقون؟ نعم، المنافقون منهم من هو منافق ومقتصر نفاقه عليه، ومنهم من هو منافق يؤذي المسلمين ويضايق المسلمين، ومنهم منافق يشتغل بالإشاعات، إشاعات الباطلة بين المسلمين، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. فالمنافقون أصناف والعياذ بالله. والذين في قلوبهم مرض، هو المنافق في قلبه مرض، قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.